امتى متوقع تزبط الشغلة؟ ما بعرف، بس شفيق ناوي على خير، بده يروح يفتح الحديث مع الوزير شخصيا. قلت لك فوت لعند الوزير، بكت كل شيء ببطني، حكيت كلام ما ممكن ينساه بحياته وقدام الوفد الاجنبي. الوزير؟ ايه الوزير؟ لك هالشغله ما بتنحل الا من فوق. الله يسامحك، بركي زعل، بعدين بيعتبرها تعدي على هيبه الحكومه. لا تخافي، جوزك مو غشيم بنوب، بعدين انا حكيت كلامي كله بطريقه غير مباشره. شلون بطريقه غير مباشره؟ صرت اترجى قدام الوفد الاجنبي والمترجم يترجم، وانا اقول له لا تترجم، بعدين صرت احكي شغلات ما بدها ترجمه، صرت بوس له ايديه ونزلت على رجله بدي بوسه، بس ما لحقت، بس منير الكلب راح بادله بطريقه مباشره. هذا هو بيهزنها، بس ماني متأكد من الملامح 100%، كان لابس سلوك. اتقي الله يا رجل، انا بحياتي شفتها. انت عماد بصبوص الملقب بالضبط؟ ايه انا. منتل بريس؟ لا انا مو منتل بريس، انا من الشربانية ومقيم بالحزقي من 30 سنة. ما بعرف، الصوت كأنه مو صوته. قول اه اه، قول ايه. منشوفك ببيروت. بيروت؟ ماني متأكد اذا كان الصوت يعني هو صوته ولا لا، ما بدنا نظلمه للزلمة، ماني متأكد. لكن هاتوا هوياتكم وقعولي هون انت وياه. ما فيها مسؤولية؟ ما فيها مسؤولية، ما بطلع منها شيء؟ لا ما فيها شيء. شريف رقم 3 هويتي أنا، الاثنين اللي قبلي مطالعينها بالواسطة لأني مواطن صالح. وين واقية؟ مرحبا منير. أهلا شفيق. يا حبيبي يا شفيق، جيت قبل هالمرة وقلنا لك المباركة مو هون، هون مكان عمل. ومين قال شي بارك لك؟ أنا شايل لك انقلع من مطرحي. أنا طالما ما وصل لي شيء من الجهات العليا بيضل هذا محلي. ومين هاي الجهات العليا؟ الوزير. مو الوزير قرر يشيلك، أنا اللي قرر يشيلك. يلا شوف نلع. هالشي بيهوي، أنا فكرت صار شيء. لسه عم تقول بوشي يا حيوان، نلع برا. لا تقول طالع برا. اوكي يلا خلصني. يلا نازل ابعث لي البريد لوطر بسرعة. صفاء اتصلي لي بميالة بسرعة. اي ميالة باركي لي، انا صرت مدير عام. شفيق شو عم تساوي؟ دوم تصلي لي طلبة العمل، خليه بعد حدا يبارع هذا الحيوان فورا المكتب. يلا بسرعة يا شفيق، اللي ترى جوا يا شفيق، تعالي لأخذه. لا تواخذنا عام. شو لا تواخذونا؟ شو هي لا تواخذونا؟ ليش قلت لي لا تواخذونا؟ جبتوني من حزك إلى هون وحطوني على الأراضي وبعدين تقول لي لا تواخذونا؟ مو ذنبي أنا، هو هيك عطاني اسمه، شو أعمل؟ بجوز تجربوا اسمه؟ بجوز، بس ما رح فلتك، بدك تروح تتغدى عندي. ما بدي، بدي روح على البول ما سافر لعند عيالي. تتغدى وبتروح، لا تتحيوان، العم ضربني بخلقتها. قلنا لك مالي قادر. فنجان قهوة يا أخي ما بأخرى، بزعل منك. ها لا حول ولا قوة إلا بالله. شرف شرف أنت. لا أنت شرف. لا يا سيدي أنت بدك تشرف. أخي شرف أنت. كبرت بدماغي علي الطلاق، غير أنت تشرف. لا حول ولا قوة إلا بالله. شرف اتركوني، أنا المدير مو هو. هلأ بيوقع وبيخدم على كيفه، وبعدين أنا اللي بنسيت. استاذ شفيق افضلك تروح على بيتك لعند مرتك واولادك. ها مشان يفضلكم الجو، ما هيك انا بفرجيكم، اذا ما قدم القلوب فيكم ما بيكون اسمي شفيق، فهمتوا انتوا وياه؟ وانت ولا متواطئ عليك يا ناصر.
خذوه على السيارة، خذوه على السيارة. شو القصة؟ شو القصة؟ صاير جن يا ساتر. يلا يلا على شغلكم، كل واحد على مكتبه. جاية جاية. مين؟ مين؟ أنا مخذوه. مرحبا مرت عمي. اهلين وسهلين. وينو عمي؟ عم يتحمم جوا. يلا طياري جاينا ضيوف، روحوا خذوا طريق، خذوا طريق. تعال فوت فوت. تعال لك تعال فوت امام فوت. تفضل تعال فوت. ما بفوت انا، انت اول. لا والله انت. انت بفوت اول. علي الحرام غير تفوت. انت بفوت. لك يا اخي تبرأ تبرأ في فوت. صورة مين هاي؟ صورة عمي ابو مرتي. انا يا اخي تاخر بدي امشي. وين بدك تمشي؟ بتيمشي بتيمشي. فوالك خصينا على القهوه، بدك تشرب قهوه اخي؟ بعدين بعدين. على الحرام غير تشرب. بعدين كبرت براسي بدك تشرب. بعدين بشربها. عماد نايف. انت طيب يا كلب، وانا وضيت عمري ملاحابي ترى. لك تطول بالك عمي. خلص المهم طلع عايش وطلعت بريء من دمه. انو تار تار شو؟ ما يفهم ماشي. انو تار يا كلب؟ سأل ولادك. أخوك وابنك مو مخلينه ينام الليل، تاهمينه إنه قتلك وملاحقينه. ابني؟ مستحيل ابني يكون في لي ابن. أنا واليوم الطم تضيعها ما عندي ولاد. لك إيه عم يقولوا إنه خلق بعد ما قتلت بسبعة أشهر. أنا قتلت لك يا أخي خير نتفاهم. القصة عم تعبر دماغي، ما أنا عم تعبر دماغي متعرف بالناس، ممكن نتفاهم عليها. ما في تفاهم، ما في تفاهم نوب. هلا كلياتنا بدنا نطلع على الضيعه سوا، ونخلي اهل البلد كله يعرفوا اني انا بريء. ايه بريء. وبعدين حسابي معك، بجوز انا ما ضل بريء. ساعتها بيعرفوا اهل الضيعه ليش انا قتلتك، وبيعذروني بيعذروني. ضروري نطلع على الضيعه. ما بدي على التليفون يعني. لك يا اخي ما بيمشي الحال، لازم يشوفوك لحتى يصدقوا. خايف منهم، خايف منهم مو هيك؟ لا والله بالعكس، انا مشتاق لهم وبحبهم، بس كل ما هنالك انه مرتي الاولانية خايف تتبق فيني، وانا اضطهرتي بسببها. لك يا اخي شو دخلنا بمرتك؟ تنباب العزاء انت ومرتك، بس الزلمة مهدور دمه من عيلتك. هي الحكي بيني وبينك معها حق، مو انه ما معها حق، رغم انه انا قلبي شفقان عليك بكل صراحة. ايه يا ابو صالح، ايه على الكلام. قال معها حق، قال انا سألت وقالوا لي اذا كنت معصب ما بيتاخذ بكلامك يا اخي. لك يا حبيبي انا مالي عم اقول لك انه معها حق من الناحيه الشرعيه، انا عم اقول لك معها حق من الناحيه المعنويه. بعدين بالاخير شلون المراه بدها لا تواخذك بعد ما سمعت منك كل هالحكي هذا قدام كل الناس؟ ولا تواخذني بهالكلمه، هي مو معبرتك بنوم. معك حق، والله معك حق. لك هي مو بس مو معبرتني، محتقرتني كمان. مشان هيك لك ابني المره الجايه دور على وحده تحبها وتحبك، تحترمك وتحترمها، مو وحده رزقه. أنو المرة الجاية حبيبنا؟ ليش أنا إذا طلقت هاي بضل معي شيء نحب عليه؟ الله وكيلة ازمليط على الحديدة بصفى. إيه مو ضروري يكون معك مصاري حتى يحبوك النسوان، بالعكس. بلا حكي فاضي أبو صالح، الله يستر الأخت شيتك. ها شو أنا فارقة معي حبتني ولا ما حبتني؟ شايفني مولع بالحب ستين عمرة والأبد ما تحبني. أنا عم فكر إذا أجاني بكرة ولد شلون بدي اصرف عليه؟ ما بعرف يا جميل، ما بعرف. هذا غلطك وانت لازم تتحمل نتيجته. شو غلطي ما غلطي يا ابو صالح؟ وينك وينك؟ علي الطلاق، علي الطلاق، علي الطلاق بالثلاثه. ها بعوصها ولا بخليها تشلحني فوق اللي شلحتني اياه؟ شو مال سايب يا سيدي؟ الله ينعى الطمع، لولا الطمع ما كثر كل شيء. لك مشان الطمع سرق المصاري وهرب فيهم. ايه هرب فيهم، انكر اصلا انك اخذتهم، بس مو تفبرك جريمة قتل. جريمة قتل؟ أنا ما فبركت، وماني عارفان لهلا ليش تهموك بأكلي. ها والسكينة اللي لقيناها بالخرابة؟ أخي سكينة نايف كانت عندي، يمكن نسيانا بالخرابة. ها والدم، الدم منين إجي عليها؟ ما بتذكر، بجوز يكون داب علي شي جاجة. المهم هلا، المهم هلا نلاقي نورس، خليه يعرف إنه أبوه طيب. لك قبل ما يعملنا شي مشكلة. ولا يهمك، نورس أنا بدور عليه. وبعدين بقوي العشاء. مساء الخير. مساء النور. اهلين. شو معبيه مناخير؟ بلا مزح بلا. اسفه. شو خير، مسافر لشي محل؟ اه
مسافر لشي محل؟ ايه انا طالع اسبوع على دي المهمة. مهمة شو؟ ليش انت عندك مهمات؟ ايه انا يعني مهمة من النقابة ما خبرتك فيها؟ شو في بلاد ايه خير؟ شو هاي المهمة؟ لك حبيبتي يعني هو مؤتمر مشان عملية التجميل ولازم منه. طيب باي اوتيل نازلين؟ ما بعرف يعني انت ليش عم تسألي؟ مشان اتصل فيك مشان شو يعني؟ لك والله ما بعرف يعني هنا قالوا نطلع على دي بلادي نحن نوزعكم على الاوتيلات هاي بعدين هذا الموبايل حاكيني بدي روح معك. شو تروحي معي؟ لك حبيبتي يعني هذا وفد طويل عريض اطباء ما اطباء يعني ما حلو وين بدك تروحي؟ شو هالشغلة؟ نحجز لحالنا غرفة بالاوتيل بتروح على المؤتمر تبعك وبعد ما تخلص بنروح وين ما بدنا. لك حبيبتي المؤتمر من الصبح للمساء يعني ما ملحق نسوي شيء ماني فاضي. ايه مو مشكلة عندي 20 رفيقة بلادية بروح لعندهم. لا حول ولا قوة الا بالله شهيرة خلاص ما في مجال. شبك شبك شو مستحي فيني؟ انا كمان دكتورة اذا كنت نسيان. مو هيك القصة بس يعني انا متضايق هيك وحابب كل حالي هاي هي. مثل ما بدك بلاها. شو هالمهمة هاي؟ ليش ما بده ياخدني معه؟ معقول يكون عم يكذب؟ بس لو بده يكذب كان كذب غير هالكذبة. بيعرف اني بسأل بالنقابة وبعرف الحقيقة. العمى على هالغباء. ما لقيت غير النقابة. إذا سألت بتفضحني فورا. أنا لازم أجي لبكرة ودبر حجة تانية. تشرب شاي؟ لا شكرا. تعرفي شو شهيرة؟ شو بعرف شو؟ يعني أنا عم بقول لحالي بلا هالسفرة كلها يعني أنا حاسة المؤتمر كله بلا طعمة. ليش بتروح بتفضي عن بالك شوي؟ دخيلك شو هتفضاي هاي بدي بضيها من الصبح للمساء بالمركز الثقافي على محاضرات وعلى أسئلة وأجوبة. أنا أفكر روح لحلب. ليش شو في بحلب؟ ما في شيء زملائي بالدراسة بتعرفي يعني هيك بزورهم وبطمن عليهم وبنطلع نصيد بتعرفي شلة صيادين. صحيح نسيت انك انت خريج حلب واصحابك كلهم بيحبوا الصيد. مزبوط. انتبه لغلطته تصلح على اساس. اف شو القصة؟ لك لا اتصل ولا عم يرد. معقول يكون صاير معه شيء؟ ما بعرف. شبكي كأنه مفارقة معي؟ ما بيني شي يا بي. ايه بلش ينشغل بالك عليه؟ لا مو مشغول بالي عليه. بيكون عنده تصوير تلفزيون ليلي ولا تخافي من بكرة الصبح بروح بتطمن عليه. لا تروح يا بي لا تروح. رافي بطل. شلون بطل؟ بطل اجا بغيابك وقال لي خلاص ما عاد بدي اياكي. فهميني شو القصة؟ ما في قصة الرجال بطل يا بي بطل بطل. لك شلون بطل؟ شو بطل هيك؟ بدي اعرف شلون بطل؟ بدك تقلي لي ليش رافي بطل؟ عارف اني كنت حب واحد قبله. شو؟ لك كنت تحبي واحد قبله؟ منين لوين كنت تشوفيه لهذا الوقت حتى تحبيه؟ ها؟ ما شفته يا بي ما شفته لو شفته ما حبيته مخلص ابن عمي مخلص. وليش قلتي له انه كنتي تحبي مخلص؟ انقبري على حالك وخليكي ساكته. انا ما قلت له هو عرف لحاله. شلون عرف؟ شاف تياب مخلص بشنطاي تجهيزي. وشو شاف تياب مخلص بشنطايتك؟ شو كان شي لهون يا بنت؟ لا لا يا بي لا مخلص ما دخله. انا سرقته من بيت عمي لانه من ريحته. من ريحته؟ لفشني هيك. انا حكيت لي مع مخلص انا بورشي. وينك يا أمي؟
العمى ضربك على ذنبك، خلص مرزوق. هذا اللي صار، وأنا مستعد لكل شيء وجاهز إني أتحمل نتيجة غلطي. لك غلط إيش؟ لك واحد بيخلف جيش عرمرم مثل هاد بتقول لي غلط؟ بالعكس، برافو عليك يا سبع. بالنسبة إلك سبع، بس بالنسبة لنسوانو ما رح تطلع من تمي. شو بده نسوانو؟ فوق تحت بيت معبى غراض، كل وحدة بتطلع على غرفه وزيادة. لا يا عمي، أنا من جهتي رضيانة بنصيبي، ما لي خلق عشان بدي أرجع على بيتي. بيتك هون، لا تقولي بدي أرجع على بيتي. وعز يا مرت عمي، بالحسجة أحسن لي أرتاح هناك. بشو بترتاحي هنا؟ ولو فهمها يا عمي بقى، إذا أني قعدت هنا وهو ضل رايح جاي على الكميون على حسجة يتجوز غاد، لزوم أكون هناك. العمى ضربك قطع ذنبك. بلا ضحك ولا مرزو. أنا بدي أرجع حلب، وأني رايحة على درعة، حسنا معاها حق. بدنا كنا بالشام، ما بصير يصير البيت فاضي. جيبوا مكنتكم يلي بطرطوس. آه، كنتون اللي بطرطوس تجي على الشام بحالي وحدي، إذا أمنت حق فرض من شان تطوصني. الله يرضى عليه المرزوق، الله يرضى عليه. لو لا ضلينا طول عمرنا خايفين. ما هيك بابا، ليش ما خبرت الشرطة كنت ارتحيت؟ اللي قاتل قتيل ما بينفعوا غير حذره. إذا اشتكيت للشرطة بدهم يحطوا نورس بالحبس. برهان شو بعمل فيه؟ إذا حطوا اثنين بالحبس في بقية إخواتهم، وإذا حطوا كل بقية إخواتهم بالحبس في بقية عيلته. معقولة يحطوا كل العيلة بالحبس مشان جريمة ما ارتكبوها؟ ما ارتكبوها. الله الله يا محامي، قوم تقبرني شيء الفيش من المي أحسن ما يروح في حدا. ليلى ونوراس، ليلى أو لسه ما بيعرف، ما بيعرف. يا مرزوق، مرزوق شو بدك فيني؟ بارك لي. باركت لك على شو؟ قدمت طلب، خلاص قطع طريق الرجعة. ان شاء الله بتقبشني يا ادهم. شو انك فتيح من زمان حبيبي، من زمان كان لازم تعمل هالشغلة. اخي بدي ابقى عندك من هون لحتى اضبط اموري، بتعرف انه البيت اروى. اصلا انا كل شغلي على تأهينه، كل اغراضك اللي تركتها بالحفظ والصور ما عدا اغراضك اللي سلحبتها وما رجعتها. بدي منك شغلة تانية. لك شغلة واحدة؟ 50 شغلة امور. اخي ما بقدر بقعد بلا مرة، بدي عروس، كونه عندك خبرة بالمجال. ايش انت شو ناقصك؟ لك انا ما بعرف بخطب لحتى ادور وحب وما بعرف ايش، لبين ما تصير كل هالامور هاي بيكون احترق نفسي، بدي شيء مسبق الصناعة. في جارة حنان من خليها تجس نبض، اذا موافقة بنفس اليوم بنخطب. منقول الله. مرحبا. اهلين وسهلين بالدكتورة شهيرة. إذا كل يوم هيك بدك تأخري عن العيادة بدك تبهدلينا مع الزباين. بدي مساعدتكم. خير بشو؟ يمكن شاكر عم يلعب بديله، بدي أعرف إذا كان مزبوط مثل ما عم فكر ولا لا. مزبوط. مرزوق تعرف شي وما عم تخبرني؟ لا أنا ما بعرف شي، أنا ما قلت شي، أنت اللي قلتي، أنا ما حكيت شي بنوب بنوب. بس يعني المرة بس تبلش تشك بجوزها هيك يعني معناتها في شي. بتعرفي رسام، انا هالاوتيل مو عاجبني. بس ما لحقنا نوصل دغري. لو اخذنا يعني هيك شاليه وقعدنا واكلنا وشربنا على كيفنا مو كان احسن؟ خذ ان شاء الله انا بضلهم. معقول رسام؟ يعني انا بدخل شاليه من شاني؟ بالعكس من شاني ومن شاني. دكتور انت بدك شغله عم تلف وتدور حوالي احكي. هاها ما دام فهمتي علي اعطيني رايك من غير ما احكي. انا موافقه. فاذا وين المشكله؟ بشكل قانوني. يا ستي بشكل قانوني، بشكل قانوني قومي. لوين بدي قوم؟ نكتب الكتاب عند شي حدا. مو معترف غير على عقد المحكمة. بس نرجع على الشام، نروح على المحكمة قبل ما نروح على البيت. طب والدكتورة شهيرة؟ لا تذكريني فيها الله يخليكي، أصلا دكتورة شهيرة مرتي بالاسم، يعني باليوم ما بشوفها 5 دقايق على بعضهم. طيب بلكي زعلت. ولك يا ستي بس تعرف تبقى تزعل وتطرق راسها بالأربع حيطان إذا مو عاجبها حيط واحد. ما بعرف، خايفة.
لك خلصيني بقى إلك تلتين الخاطر. تضرب انتو اللي حطكم. شو وين الولاد؟ عم بيلعبوا بالحارة، النسوان عم يطبخوا. جلوس بدي احكي معك كلمتين، بدي منك خدمة. حاضر. خير. بدي فرجيهم لبرنامج صباح الخير انه انا مولي بحاجتهم، بدي فهمهم انه انا بطلع بالتلفزيون بدونهم. شلون؟ نبعت رسالة لبرنامج خبرني يا طير انك انت مسافر من 20 سنة وما بنعرف عنك شيء. بعد فترة منخبرون بيجوا بيصورونا كيف التقينا وبكون هيك مطلعت بالتلفزيون لحالي، طلعنا كلياتنا سوا. والعالم يلي بيعرفوا انه هالحكي مو مزبوط شو بدهم يقولوا؟ سيبك من العالم يا ما بصير سيبك من العالم، بيخبروا البرنامج بتصير مشكلة كبيرة. الاستاذ خالد والاستاذ جهاد شفتهم انه ناس طيبين ومعدلين كتير، بحكي لي معهم كلمتين بركي بمرقونا اياها. خلص يا بابا بلا مسخرة، شو هالولدني هاي؟ اصلا انت شو همك؟ انت شو همك؟ شو شغلتك بالحياة؟ انت مو شغلتك بالحياة غير تبز ولاد، ولا لك سائل اذا ابوك طلع بالتلفزيون ولا ما طلع، شو فرق معك؟ هلا هيك طلع معاك؟ ايه لهيك ولا مو هيك؟ وانت من هلا ورايح ما دخلك، رايح عند الاستاذ جهاد لحالي انا، تضرب انت ورسالك. تضرب انت وامك متشر. بعد خلص سكيني باف. خلاص يا حيوان يا ناظم، جيب لي هالبريد لوقعه. لازم لي البريد. خلاص ولك حيوان. لا خالي لا لا ما بصير. شو هالحكي اللي عم تحكي انت؟ ما بصير، نحن نعتبر هلا مطلقين، ما بصير نقعد تحت سقف واحد حتى لو مو معترف عليه. خلص خالي الله يخليك، الموضوع بالنسبه لي انتهى. مع السلامه. أمر يا بابا الله يخلي إياكي، الله يخليكي، راجعي وجدانك وضميرك، والله بينخرب بيتي، شو بدي أعمل بحالي أنا؟ الله يخليكي، والله بصفى بالشارع. ما رح يصير عليك شي، رح خليك بالدكان ورح خلي لك النص تبعك، بس حسك عينك تلعب بديلك، وقتها ما بتعرف شو بساوي فيك، حتى نص الدكان ما بتعود بتناله. روحي الله يكتر خيرك يا وفاء، الله يكتر خيرك. بعد ما خليتي وبكره بتجي مشان تسجل البيت باسمي، مشان تدفع اللي عليك. والله والله ما عملت لك إلا كل شيء منيح. عمل عمايلك إن شاء الله. إن شاء الله يا رب ما أبي أعيط معك لفرام. كيف رميت؟ ألو؟ إيه موجودة؟ ثواني. إلك. ألو؟ شو عم يعمل بالشرطة؟ طيب طيب جاي. خير خير رياضة، شو في؟ شفيق رايح مقلع المدير وآخينه على الشرطة. ألو؟ أدهم شفيق بالشرطة؟ يكتر خيرك يا أبو محرز، متعودين على الأفضل، لحنا فضلت على شواربنا من فوق. مو حرزة تقلتها على الأرض. لك أنت اللي بتحرز يا حبيب قلبي. عمي أبو محرز بدي منك طلب. مور هاي السيارة يعني ما بقدر سوقها أنا هلأ لأنه فيها تعميم. شو المطلوب مني؟ بدنا ناخد السيارة نصفها برا، وبدك تروح تبلغ الشرطة أنه في سيارة صار لها ملحوشة كذا يوم مشان يلغوا التعميم. من هاي قبل هاي التقى الرجال بدك إياه؟ التقى. طلع لألك طلع، خليها نصفها برا. ثاني مرة إذا بتكرر هالشغلة مضطرين ناخده على مشفى الأمراض العقلية، لذلك نتمنى ما تتكرر مرة ثانية.
راح تتكرر بنوب. خلاص خلاص بوعدك سيادة ان شاء الله. يا احمد هاتوا لشفيقه ليستلموا اخوه فورا. كتر خيرك كتر خيرك سيدي. مرحبا. شو بده يخبرنا الطير؟ طمام ما حيخبرك شيء، احطونا. انا قلت لك من الاول يا ابي، ما في داعي تبهدلنا وتبهدل حالك. ما بهدلت حالي، صعيد استاذ جهاد والاستاذ خالد اعتذروا مني وبطريقه لبقاء وبرروا موقفهم، وانا ما بزعل من كلمه الحق الحقيقه، بس لو قالوا لي ايه وخلفوا بوعدهم معي ايه كنت ساعتها بزعل. يعني خلاص هلا اقتنعت؟ لا ما خلاص، رايح لعند الاستاذ توفيق برنامج ابن البلد. شو عامل انت اللي طلعوك بابن البلد؟ مالك عامل شيء؟ شو قله اختراعات بلاقي لي شيء اختراع. وشو بدك تخترع بقى؟ بدي تفكير شوي تركني فكي. وبركي ما زبط ابن البلد. في برنامج على عيني، ألف برنامج وبرنامج بيطلع الا تزبط معي البرنامج. وبركي ما زبط على عيني. بروح بتصل بام عمار بطلع برنامج اغاني على الهواء وبطلع معها. وبركي وانت على الهواء انقطع الخط. ساعتها بأوصك وبخلص منك، يخرب بيتك شو واطي لسع بلكي وبلكي بلكنك جلنكي وبلكن رجلك الثاني. بعدين وقت بتكون معي ابقى اي مصر ماي من تمك. لك يا حريق اختك كنت ما تحركت ارفع بوشي لك. ها هو مدير عام المغفر مفكر انه منير هو المدير العام، مشان هيك صدقوا ما بيعرف انه انا المدير العام الحقيقي وطالع قراري من السيد الوزير. من زمان طالع قراري انا المدير العام الحقيقي طبعا. ليش يعني؟ تفضل. يعيشوا ان شاء الله الف صحه وهنا. المهم هلا حنون انه الشرطه تلاقي السياره قبل ما حدا يسرقها عن جد. صحيح. شلون خطرت ببالك هالفكره مرزو؟ شو بعرفني، في قتيل بس ما في جثه، قلت لحالي بجرب هالتجربه. يا الله لا يوفقه، صار له 30 سنه معيشنا بالخوف. الله وكيلكم الله وكيلكم. ما لي عرفان شو بدي اعمل بموسى الكباس بعد ما ينحل الموضوع، ما لي عرفان شو بدي اعمل فيه، تعودت عليه تعودت عليه مثل المسبحه، كل ما سمعت دعسه وراي بفتحه جيبتي. بسيطة عمي بسيطة، بكرة أنت عم تسوق البسكليتة بالإيدين ما بتحسن تسحبه. إذا قتلتك مين ياخد بتارك؟ لك حنان. عم بمزح معك. مسحه مثل مسحي. هذا يعني كلها ياتكم بدكم تتركوني أنا وأمي وتروحوا؟ والله بتجن، تعودت عليكم. نيجي عندها مناوة وكل وحدة شهر. اوهو علينا هلا كمان وقت الكهرباء. لا حدا يتحرك. ها دير بالك لا تدعس على الولاد. ايش ولاد الجيران هدول؟ ولادي. وينو هذا الدجنطور؟ فيكو شعلي. هذا أبي بده شو عم يحرق جوا بالمقطع؟ قام قطع الكهرباء. الله يستر ما يكون عم يرج. دفت ولا مرضو يبعت لك حمق هاي لهلا لساتها ابدأك قتلة تانية. ها ابدأ العمى ضربك على عدنبك عم ترد جواب كمان. هيك التاني دي يفتح حبيش قلبك. عم تحرطي ابو سمير؟ عم حاول باختراع. اختراع شو؟ بدي شعل الغاز بالكهرباء. بدك تروحنا انت؟
شو اختراع كهرباء ما كهرباء؟ انت شو فهمك بالكهرباء؟ بعدين هذا الاختراع يا ابي عاملينه مشي 100 سنه. لا يلي عاملينه هن بالشعل الغاز بتفقس، هذا بالشعل بدون ما تفقس. ايه كمان عاملينه. هلا انت المهم تفشلني، شو ما قلت لك اللي عاملينه، شو ما قلت لك اللي عاملينه؟ اذا بقول لك طلعوا على المريخ بدي طلعوا. ايه طلعوا. لك يطلع بلعك من حلقك، روح عنا يا انت، ما بردي الخير ابدا. شوف هلا شلون، هلا اول ما بفقس شلون بشعل. ها لعم شو صار؟ طلعوا. يا شفيق افهمها بقى، بعد اللي صار بحياتك ما رح تصير مدير عام، خلص فكر بشي تاني. يا جماعة انتوا ليش ما عم تفهموني؟ انا عم قلك انا المدير العام. خلص مرتخي ما في فايدة من الحكي. طب شو بدي ساوي هلا؟ ها اذا بدي يطلع من البيت ما فيني هدي. خلص طولي بالك مرتخي، مو شفيق؟ ايه عرفتك، خليه هون. شو بدي اعمل هون؟ زبلهم كلياتهم. واحد مثل حكايتك مدير عام شركات سنجر بيروح بيضيع خبرته بهيك شركة؟ شركات ايش؟ انا شركة غاز وفيجة ومازوت. يا اخي بلا الفيجة خليها محروقات. وهاد شركة موسيقية وشهيرة شركة صحية وطبية. اي ما بدهم مدير؟ بدهم. اي لا تكون اناني، نحن ابدا من العالم، امسك الشركات تبعنا ابدا ما نسلمها للغريب. بس شو بدي اقولن هنيك؟ خلص خيو انا بكرة بروح بشوف الوزير مشان يعفيك. اذا هيك ممكن بيصير. إذا هيك بيصير طالعي مرت أخي على غرفته مشان يرتاح، تعبان كتير خليه يرتاح. قوم شفيق قوم. مو شفيق؟ شفيق عرفتك. إيه. إيه جيبوا لي البريد معكم. هلا منجيب لك يا يلا. لا لا أخي روح. شلوني معك عجبتك ما؟ دخلك بدك خليه هون عجاب؟ لك ايه بدي خليه هون، هون العالم فايتة طالعة، وبس بدنا نروح منسكر عليه الباب ما بيقدر يطلع لنشوف بعد منه شو بده يقول الدكتور هذا تبع الدكاترة. برزو بدي اسألك، من دبخار لساتها شاغل لهلا؟ رافي خاطبها بس سمعت انه بده يترك. ليش عم تسأل؟ اي والله حليه ما بشي. وشو شوفك فيها؟ شفته واقفة على الشباك اليوم. ما معقول. على شباك بيت أب خالد كان في بنت، معقول في وحدة غيرها؟ لا مو معقول. شوف إذا رافي تركها رأساً نحن منسلط محله ومنخطب لك ياها. يا ريت، هذا إذا مو سبب ما بيسوى اللي خلاه يتركها. مو صحيح، عيب عليك، البنت طول عمرها قاعدة بين أربع حيطان. بس مع هيك منسأل. ليش عم تسألوا؟ بيهمكم الموضوع؟ طبعاً بيهمنا، بدنا نخطبها لأدهم. بعدين إذا كان السبب مشين مشان نعرف قبل ما نتورط ونقوم بأي خطوة. خيو الله بيستر على اللي بيستر، طلبة بدكم إياها للبنت وعم تفكروا فيها رح أحكي لكم مثل ما صار. هذا اللي بدنا إياه. طبعا هذا اللي بدنا إياه. البنت لا شفت منها شي ولا سمعت عنها شي، بس لقيت بين ثيابها طقم رجالي. الله مخلص. ما سألتها شو جابوا الطقم لإلها؟ قال بالصدفة، بس الحكي ما فات براسي. سيدي الله يكتر خيرك، روح أخي روح. شد شو رأيك بهالكلام اللي سمعته؟ أنت شو رأيك؟ إنه ما في شي بينه وبين مخلص، أنا متأكد من هذا الشي 100%، لأنه مخلص ما كان بده إياها، بس ما عم بعرف شو جاب الطعم. شو رأيك نخلي شهيرة تسألها بشكل غير مباشر؟ شهيرة؟ إيه شو عليه بتصير؟ روح. واخيرا رنيت يا كلب. الو اهلين 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 وفاء. حاضر اهلين ست وفاء. يا وين بدي كون؟ بالدكانه انا. ايه ايه اهلين 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 وفاء ست وفاء اهلين.
الله يوفقك يا جميل. ما في اي مشكلة، امتى بتحب روح؟ كل ما بكرنا كل ما احسن، قبل ما حدا يحجزها. ايه هلا دغري بروح. اذا الشغلة ما فيها شيء دغري فاتحية بالموضوع. لك وين البريد لسه ما اجا؟ لك قوم ادهم طالع له البريد خليه يلتاها فيه. بريد شو؟ لك شو بيعرفني، قوم اخذ لك كم ورقة من شي درج، هو كتير سائل يعني. الو، ايه انا ممتاز سنجا. ايه بيقولوا لي مرزوق. لا امتى؟ الله يكتر خيركم يا رب، يعني امتى فينا نجي نستلمها؟ يلا على الحارث، رايح اجيب السياره انا. مبروك مبروك. انا ضحك انت وياها، انا ضحك. ربا حقيني. وهي كل القصه. العمى ضربه، هو ما دخله، معه حق. انا كان لازم اتصرف، ما كان لازم خلي الطقم يوصل لعنده. على كل من حظنا، اذا ما عندك مانع. شو اللي من حظكم؟ اخي ادهم طاير عقله فيكي. ما بعرف شو رايك. ما بعرف. ما بتندمي سميره على كفالتي؟ يعني حلوه هلا، ما صار لنا كم يوم انا ورافي تاركين بعض. مو ضروري هلا، نحن المهم نحجز قبل ما حدا يشلحنا ياكي. شو شايفة العرسان صافين بالطابور؟ يعني موافقة؟ موافقة. لكن اهدى بقى. يا وينة يا وينة يا وينك يا وينك يا أستاذ يا وينك. لكن اهدى، لك العمى بيحنكك بقى. طب خلاص خلاص، ايش عم تسب انتو مغفر؟ ما بصير تسبوا على العالم. مو قصدي يا أستاذ، والله مو قصدي، الله وكيلك. بالغلط بالغلط. لك شلون بالغلط شلون؟ لك العالم شافوك بعينه، وجهت عليه البارودة وقوصت. هيك شافوني العالم؟ ايه هيك شافوني. ايه مزبوط، انا قوصت. بس انا اكتب عندك لو سمحت، انا بقرر وبعترف اني انا قوصت. اكتب اذا بتريد. كمل هلا كمل. قوصت مرتي، مرتي قوصت، مو قوصت خال مرتي. بعدين رجع لا حدا يتدخل بيني وبين مرتي. ايه لك لحنا شو فرقت معنا مين قوصت، المهم انك ناوي على الجريمه. نفخر نفخر سيدي. بس طمنا، مات الرجال؟ إيه لا لا تخاف ماما، طلعت فشكول وما صبته. الحمد خدش بسيط. الحمد لله خدش بسيط فشكول. يا الله وكيلك صرت مقوص ثلاثة بالمنام. كل يوم أنا بالمنام بقوص ثلاثة من ما تجوزتها. لو الله يردك وردو. الله يسلمك والآية أهلين سيدي. عود عندك ولا كلمة. ها أهلين سيدي. يا وينك يا وينك يا وينك يا استاذ لك عديت. الله لا يعطيك العافية. لك شو سويت بحالك؟ ما عملت شي. ها شوف لساتها موجودة. لك يا رزام يا حبيبتي، انت شو قصتك؟ لحقين على المحكمة هلا. شلون لحقين؟ قلت لي بس نرجع دغري، هي صرنا يومين راجعين. لك يا قلبي هلا انت شو ناقصك؟ بيت واستأجرت لك وغراضه جبت لك، بعدين انا ما عم فارق نهائيا، لشو المحكمة؟ كنت عم تضحك علي شاكر؟ هلا في حد اللي متزوجك ولا لا؟ بس مو معترف عليه رسميا. لك يا حبيبتي المهم يكون يعني شرعيا صح؟ إذا ما بتروح على المحكمة حأتصرف معك بشكل ثاني. خذي شو عم تهددني انت؟ ايه إذا هيك علي براولة؟ لا بالمحكمة ولا بغير محكمة زي هيك، يلا برا. طيب يا شاكر لا تلوم الله. لك اطلعي برا، لا والله ناقصني اتزوج واحدة مثلك. العمى شرشيح. هذا هو. لوين شباب لوين لوين؟ ما انت عم تلوين. روان الله يخليك، بدفع 150,000 شباب. روان أهلين مري. بدي أشوف الدكتورة شهيرة.
شو قلتي؟ بدي شوف الدكتورة شهيرة. شهيرة تفضلي. أهلا وسهلا. تعالي شوف وين طلع شيء. تعالي معي يا أختي. يا دكتورة يا شهيرة. خير مرزوق؟ شوفي هل بدي إياكي. أهلا حبيبتي تفضلي. فوتي حبيبتي فوتي. ها يوستايو ستايو سوها يوستايو رامي. لك ها يوستا رامي. العمى ضربك على ذنبك نايم. لا يا مالي. لك نايم. لا يا مالي. مالي. لشو اسمك معاوني؟ لشو اسمك معاوني؟ الله وكيلك. ها يوستايو ستايو سوها يوستايو يا مالي. ها يوستايو ستايو سوها يوستايو. شفت بمنامي جني. جني. عم يرقص عم يغني. عم يغني. شفت بمنامي جني. جني ايه. عم يرقص عم يغني. وسوقني ترلم 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 وسوقته ترلم ترلم وسوقني ترلم ترلم وسوقته ترلم ترلم. خلاص هلا بعد الاستراحة بدك تسوق لأنك صرت شوفير معلم. هلا راسي معلم. الله يخليكي دكتورة. لا تزعلي مني. لخمني ما بعرف شلون صارت. ولا يهمك منك مو زعلانة. شكرا لك إنك خبرتيني. صاير عم ترفسي لأنه مثل ما كنت متوقع عم يلعب بديله. عم يلعب؟ إذا عم يلعب اليوم المساء بتروحي بتضبي غراضك وأنا بمرق بجيبهم بس أرجع من بيت عمي. مشان شو غراضي؟ بدأ الحيوانة تبعك. غرفتك لساتها جاهزة هوني. بمرق بتفق مع بيت عمي على العرس وبرجع بمرق لعندك. شايفة هذا الحقير؟ شو بو؟ هذا قارط مني 3000 ليرة. خليني رجعهم طالما كمشتو. هلا وقته مرزوق. لك أنا مو مشان المصاري. شغلة مبدأ. مفكر إنه بينضحك علي الكلب. دقيقة. خير؟ سلامتك. في واحد ما عجبون أخير مرته ف قالت لك الحقيرة؟ عرفانة من غير ما حدا يخبرني. دخلك؟ أنا ليش هيك عم بصير معي؟ لك العالم بتساوي 7 وزمتها وما حدا بحس فيها. ليش أنا هيك بصير معي؟ ليه؟
ايوه. ايش هو عليه؟